اليوم سوف نتعلم رسم خارطة الوطن العربي. نبدأ أولاً برسم مستطيل مائل. ثم خط أفقي. ثم خط موازي للمستطيل المائل. إلى قبل نهاية المستطيل، إلى هذه النقطة. ثم خط معاكس له إلى أسفل، معاكس للخط إلى أسفل بهذا الشكل. ثم لهذه المسافة بالضبط ننزل خط أفقي إلى مستوى نهاية المستطيل المائل إلى هذه النقطة. ثم خط أفقي قصير ونرسم قوس بهذا الشكل ينتهي إلى هنا، ثم يعود ليلتقي بالخط. نترك مسافة بهذا القدر، ثم نرسم خط مائل إلى أعلى وخط عمودي بهذا الشكل. ثم نرفع الخط إلى أعلى ونرسم خط أفقي. ثم نرسم خط عمودي بهذا الشكل بمستوى هذا الخط، فنرسم هذا الشكل المثلث في الأسفل. نرسم مثلث خط أفقي من هنا ونكون مثلث، ثم خط عمودي إلى أسفل مكونين شكل يشبه المربع هنا، ثم خط مقوس إلى أعلى. تكونت الآن لدينا شكل مبسط لخارطة الوطن العربي. نكمل هذا الخط إلى نهاية المستطيل، ثم خط أفقي، ثم قوس وخط بهذا الشكل، ثم قوس. نكمل هذا الشكل إلى هنا. الآن نأتي إلى الجزء الأخير من رسم الخارطة. خط أفقي وخط عمودي مكونين مثلث. مثلث صغير هنا ليكون المضيق على البحر الأحمر. ثم نرسم قوس هنا ونكمل الشكل على شكل مستطيل. الآن نضع معالم بسيطة للتضاريس الموجودة على خارطة الوطن العربي، وأهمها تكون هنا على بهذا الشكل. وهنا بهذا الشكل. والآن نرسم الخطوط المستقيمة التي لا تحتاج إلى تضاريس، مثل هذا الخط يكون مستقيم، وهذا الخط أيضا، وهذا الخط نثبته، وخط هنا وهنا، كلها خطوط مستقيمة لا تحتاج إلى تضاريس. والآن نكمل الخارطة بوضع تضاريس عشوائية مشابهة للخريطة قدر الإمكان بهذا الشكل.
والآن نرسم مثلث الخط مثلث البحر الأحمر هنا. ثم نكمل تضاريس البحر الأحمر. وفي النهاية نمحي كل الخطوط الأولية الوهمية وبذلك ننتهي من رسم خارطة الوطن العربي بأبسط طريقة يمكن تنفيذها طلاب المدارس، وشكراً.